هي متعدد الطوابق، فيما منحت هيئة استثمار المحافظة رخصة استثمارية لإنشاء مركز تسوق آخر بكلفة 6 مليارات دينار. تقرير أحمد السعيدي. كثيرة هي أماكن التبضع في مدينة الناصرية، لكن افتتاح مجمع تجاري متعدد الأغراض يشكل انتقالة جديدة لتلبية الكثير من الحاجات التي بدأت بالاتساع لدى العراقيين بعد عام 2003. ولعل مارينا مول، وهو الاسم الذي أطلق على أول مول متعدد الطوابق في الناصرية، سيكون انطلاقة للخدمات العامة التي يقدمها القطاع الخاص لشمولية خدماته التي تنوعت بين الترفيه والتسوق واللمسات العمرانية الحديثة. انه الناصريه تفتقر لهذا هيك مرافق سياحيه واجتماعيه تخص العائله والطفل. ثانيا انه الناصريه من المدن الامنه، في جناح للرجال بكل ما يحتاجونه، جناح للنساء، جناح للطفل، العاب الاطفال، في يعني حتى جانب الترفيه في سينما 5D، في العاب الكترونيه. حكومة ذي قار التي شاركت في احتفالية الافتتاح تعهدت بتقديم التسهيلات لكل المستثمرين، متحدثة عن أنها خصصت أماكن متميزة في المدينة لمشاريع مشابهة لهذا المشروع. احنا كمحافظة ذي قار داعمين وساندين إلى هذا المشروع ولا المشاريع الاستثمارية بالمحافظة، داعمين أيضا لعمل للفيز اللي بحاجة إليها المستثمرون بالمحافظة. مراقبون دعوا إلى دعم الاستثمار الخاص من خلال تخفيف القيود وتفعيل القوانين الجاذبة للمستثمرين، فيما عبر مواطنون عن فرحهم بمثل هذه المشاريع. في حالة غياب الاستثمار لا يكون هناك بناء وإعمار حقيقي، والآن إن شاء الله هذه خطوة في بداية الطريق لتأسيس استثمار حقيقي في الناصرية. أشياء بها تطور جديدة كباقي الدول اللي احنا سافرناها، السلم الكهربائي ما يتعب بعض الناس اللي العجزة اللي ما تقدر تصعد، وشفنا أشياء حلوة وبسيطة ومنتظمة. وكانت هيئة استثمار ذي قار قد منحت مستثمرا محليا رخصة استثمارية لإنشاء مول متعدد الطوابق بتكلفة بلغت نحو 6 مليارات دينار. هذا المبنى أول مبنى في جنوب العراق يحتوي على سلالم كهربائية ليكون هذا المول نقلة نوعية في مجال الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص. من داخل مارينا مول بمدينة الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.